مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف الأسماك وشرح الأسماك، أسماك الزينة وأسماك الأكل، الأسماك المتنوعة. عندنا سمكة أكل اليوم، سمكة البغبغاء ديزي أو البغبغاء ذو الرأس الكبير. تنتشر البغبغاء ذو الرأس الكبير في جميع أنحاء المياه الاستوائية، منطقة المحيط الهندي والهادي بما في ذلك البحر الأحمر، وتبين من البحر الأحمر إلى كوازولو ناتال جنوب أفريقيا وهاواي والخط جزر وجزر كيو ونيو ساوث ويلز أستراليا. هو نوع من متغير للغاية، يمكن تكون الأسماك الصغيرة ذات لون بني غامق موحد إلى رمادي فاتح، وقد تمتلك أو لا تمتلك نطاقا فاتحا يحيط ببقع داكنة على السويق الذيلية. يمكن أن تظهر العينات الأكبر حجما سلسلة من الصفوف غير المنتظمة من البقع الخفيفة. يصل طولها تقريبا إلى 40 سنتم. البيولوجيا قبل النوم يفرز البغبغاء ذو الرأس الكبير مخاط يحيط بالسمكة في شرنقة كاملة. الغرض منه الشرنقة المخاطية غير مفهومة تماما، لكن أحد النظريات هي أنها تحمي الأسماك من الطبيعيات الجانديد، وتعرف هذه الأنواع ليتم سبكة يوم من قبل هامور العسل. المزيد من المعلومات الرابط أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات وتفعيل جرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.